أهلا بكم متابعينا في كل مكان، وهذه التغطية الخاصة كما نتابع مع حضراتكم. يشهد قطاع النقل والمواصلات في مصر طفرة غير مسبوقة، ولعل مد وتطوير خطوط مترو الأنفاق من الإنجازات التي تقوم بخدمة شريحة كبيرة من المصريين على مدار اليوم. إذن تواصل وزارة النقل تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة الكتكات حتى محطة رود الفرج بالقرب من محور رود الفرج، حيث يتم تنفيذ محطات السودان وإمبابة والبوهي والقومية العربية والدائري ورود الفرج، ويبلغ طول هذه المرحلة حوالي 13 كيلو مترا. وفي النقاط التالية نوضح عددا كبيرا من أسماء المحطات الجاري تنفيذها وموعد تشغيلها أيضا. الجزء الثاني 3B ينفذ بطول 6 كيلومترات، وتشتمل على محطة نفقية السودان وأربع محطات علوية إمبابة والبوهي والقومية العربية والطريق الدائري، ومحطة سطحية المحطة النهائية عند محور رود الفرج. مخطط التشغيل التجريبي أيضا سيكون في يوليو من عام 2023. وننتقل للجزء الثالث، حيث إن الجزء الثالث 3C ينفذ بطول 7 كيلومترات، وتشتمل على ثلاثة محطات نفقية التوفيقية وادي النيل جامعة الدول ومحطة علوية جامعة القاهرة ومحطة سطحية أيضا بولاء الدكرور. ومخطط التشغيل التجريبي سيكون في أكتوبر 23. وبحلول عام 2024 سيتم تشغيل المونوريل بالكامل والقطار الكهربائي الخفيف بالكامل أيضا، واستكمال محطات الخط الثالث للمترو وتشغيله بالكامل، والبدء في تشغيل الخط الرابع لمترو الأنفاق، والبدء في تشغيل القطار الكهربائي السريع أيضا. وترتبط الشبكة الجديدة للنقل تربط هذه الشبكة مدن ومناطق القاهرة الكبرى بالمدن الجديدة وشرق القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة من خلال المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف، حيث تنفذ وزارة النقل مشروع مونوريل شرق النيل محطة الاستاد بمدينة نصر العاصمة الإدارية بطول 56 كيلو مترا، وعدد 22 محطة، ومونوريل غرب النيل محطة وادي النيل بالمهندسين والسادس من أكتوبر، ذلك بطول 42 كيلو مترا وعدد 13 محطة. خلوني أسترجع مع حضراتكم أيضا، نرجع لأكتوبر الماضي، حيث افتتحت وزارة النقل أربع محطات جديدة بالخط الثالث للمترو أمام الجمهور، وشملت المرحلة افتتاح أربع محطات ناصر ماسبيرو صفاء حجازي والكتكات، وأربعة كيلومترات مسافة الجزء الأول من المرحلة الثالثة، كيلومتر واحد المسافة بين كل محطتين، و150 محطة متوسط عدد ركاب عربة المترو الواحدة، و1200 شخص ذلك متوسط عدد ركاب قطار المترو الواحد اللي بيشمل على ثمان عربات. ومن خلالها تم تفادي انبعاثات 36 ألف كيلو من الانبعاثات الكربونية بشكل يومي و13 ألف طن سنويا. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية هذه التغطية، بالطبع الشكر موصول لحضراتكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء في تغطيات أخرى.